بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس التاسع ببرنامج الفوتوشوب. اليوم رح نعمل مشروع صغير عن التأثيرات وبعض الخيارات اللي بالفوتوشوب رح نساويها. الإفكتات اللي أخذناهم الدرس الماضي رح نساوي عليهم هيك مشروع صغير، بس نشوفهم شو ممكن نستخدمهم. أول شي هي عندي بروجكت جاهز شوي، رح أعطيكم إياه إن شاء الله، رح نعمل عليه بعض التأثيرات. هلا اول شيء، هاي البروجكت هو عباره عن اعلان لجزيره ومشروب بقلب جزيره، عصير وهيك قصص، وعصير اناناس مثل ما واضح. فرح نعمل هيك شويه شغل عليه. اول شيء رح احط طبقه فوق الطبقه الخلفيه، فوق الباك جراوند. شلون بنحط طبقه؟ مثل ما تعودنا انه نكبس على الطبقه اللي بدنا اياها، بنكبس على الطبقه اللي بدنا اياها تيجي الطبقه الثانيه فوقها. نعمل كرييت نيو لاير. هي انا بدي اعمل خلفيه ورا الاناناسه، رح اختار لون ازرق، لكم حريه الاختيار طبعا. رح اعمل بالخلفيه عباره عن مثل غيم، ففي عندي فلتر جاهز بيعمل لي غيم، قائمه فلتر. في عندي ريندر كلاودز، تمام بينت هاي هي. فيني غمق شوي الازرق اذا بدي، بطلع لون احلى شوي. فلتر طبعا اذا بدي انا عملت فلتر من الفلاتر، ممكن لحاله يرجع بيرجع بنعاد عندي باول القائمة من الفلاتر، بس من نفس التأثيرات اللي كانت قبل. بما اني غيرت اللون رح يتغير اللون، بس غمق شوي. هلا تاني شغله بدي اعملها هي الاناناسه. بدي ظبط، بدي اعمل لها تاثير للالوان. التاثير بالالوان رح اعمله، اول شيء رح انسخ الطبقه، صار عندي طبقتين من الاناناسه، ورح اروح على قائمه المود اللي بقلب الطبقات واحطها اوفرلاي. عملت المنطقه الفاتحه عملت لها فاتح زياده، والمنطقه الغامقه عملت لها غامق زياده، غمقتها اكثر، فبيعطيني هذا التأثير كتير حلو بالأوفرلاي. ثالث شيء، في عندي هون بين الطبقات الموجودة طبقة مخفية هي فلاور، أنا بس رح أشغلها، وبما أنه موجودة عندي رح أعمل لها تأثير إفكت. يعني شلون بنعمل إفكت؟ كبستين على الطبقة أو من إف إكس، من هون حك بس كبستين على الطبقة مثل المعتاد. يعني رح أعمل لها تأثير الساتان، خففه قد ما فيني، غمقتها شوي يعني فوق، حتى طبقة ساعتين فوقها. ورح اعمل دروب شادو كمان. دروب شادو لازم يكون طبعا لنتذكر، هلا بما انه الصورة كلها وكل الصورة عن التأثيرات، فرح نعمل دروب شادو لأكثر من شغلة، بس نتذكر شغلة انه لازم دروب شادو بما انه عم بعمله لأكثر من شغلة، اعمله يوز جلوبال لايت، انه يكون تأثير على كل الصورة. يعني ما بيصير انه احط تأثير مثلا مو على كل الصورة، عشان مكان الشمس. شايفين هاي الدروب شادو، فيني اعمل السايز كبره شوي، ارجع صغر المسافة، تمام. بعدين عندي هون حاطين لي كلمة هاواي، طبعا انا بأظهر الطبقة بالعين، ولكن بدي اشتغل عليها لازم اكون انا عليها، يعني اكبس عليها مثلا هيك. شايفين كيف بدي اكبس هون على الطبقة نفسها على هواي. هلا بدي لونها لهالطبقة، رح احددها للهواي. طيب شو اسرع طريقة للتحديد بهاللحظة؟ في طريقة ما حكيت عنها، رح احكي عنها هلا. بكبس على كنترول وبكبس على الصورة اللي موجودة عندي بالطبقة كبسة واحدة، بيقوم بحدد لي محتويات الطبقة. وبما انه ما في غير كلمة هاواي هون والطبقة كلها شفافة، فرح يحدد لي بس هاواي. رح اروح على التدرج لوني، رح اخذ لونين مثلا برتقاني، للابيض، واعمل تدرج لوني. بختار هون نوع التدرج اللي بدي اياه، كيف دائري مستقيم، في عدة اشكال من التدرجات. هاي انجل زاوية، فراح خليه انا مستقيم، اخذه من تحت لفوق. اذا بدي اياه مستقيم بشكل كامل بحط شيفت عشان احافظ على
النسبة شايفين هيك، فيني أغير كمان أكتر، يعني أنا بختار الطريقة اللي بدي إياها، ما في مشكلة عندي. تمام، كنترول دي لحتى أشيل التحديد، ونفس الفكرة من سيلكت دي سيلكت لك كنترول دي جنبها شايفين. هلا رح أكبس كبستين على هالطبقة اللي عمل لها تأثير، رح أعطيها دروب شادو بما انه يوز جلوبال 48، انا حاطط لفوق 48 الزاوية تبع هذا، ما راح اغير الزاوية بس راح اغير بالديستانس والسايز. راح اعمل ستروك عرضه شوي، راح اعطيه لون اخضر، راح اختار لون الاخضر من الاناناسي. كيف تفرجوا اذا بروح عند الاناناسي انا صار عليها مثل شرائط الوان، بختار هيك لون يكون حلو يتناسب مع الصورة تبعي، يعني هذا مناسب. ارجي من هون، بختار يعني لون يكون شوي مرتب. هختار هيك، هلا بعدين رح انا اضيف طبقة من عندي، رح اكتب تحت كلمة هاواي ايلاند بارادايس بارادايس، فبكتب الكتابة الكون طبعا اللي بدك اياه اكتبه ما مشكلة، بس هو هيك لنعطي كم تأثير، يعني هو عبارة عن مشروع اخر شيء عملي، انت الك حرية الشغل، الاختيارات بالالوان، اي شيء بدك اياه بتساوي. رح اختار اللون نفسه اللون اللي حطيته بالستروك هون، رح اكتب فيه كابيتال لتر، رح اكتب. هلا بتشوفوا شلون رح اعطيه تأثير حلو بيقوم ببين. ايلاند بارادايس بارا دايس تمام، نحدده، رح اروح على اللوح الالواح تبع الكتابة تبع الكاركتر، ورح اعطي مسافة بين الحروف كبرها، رح ضلني كبر من المسافة بحيث انه تيجي ايلاند بارادايس على عرض كلمة هاواي. هاي هيك تمام تمام رح اروح على القائمة على طبقة الكتابة واكبس عليها كبستين، رح اعطيها ستروك ابيض. شوف شلون بتطلع الكلمة، عرض الستروك شوي، رح اعطيها كمان شادو، بعمل كمان الشادو اللي بدي اياه أغمقه شوي إذا بدي، بينت الكلمة. هلا بدي آخر طبقة موجودة عندي هون هي بوستيج، هن حاطين إنه ختم أو شعار لإلون، طبعا هذا الدرس من شركة الأدوبي، يعني محطوط ستارت عندي ومحطوط إند، بس عم نوصل من ستارت لإند بطريقة طريقة شرح، فرح اعمل له اوباسيتي اخففه. هذا رح اعطيكم الشابترات هاي اللي عم بعطي فيها الصور اللي عم بعطي فيها ان شاء الله دروس، هي كلها رح اعطيكم اياها.
وحطه بمكان معين. آخر شي رح أعمله، عندي صورة تانية اللي هي هالبحر مع هالكرسي، رح أمسكها وأسحبها. لا هاي الصورة قبل ما فلت. أنا إذا بدي هالصورة اللي سحبتها تطلع بنص هاي الصورة اللي موجودة عندي، بنص هذا البروجكت اللي موجود عندي، بكبس شيفت. إذا ما بدي إياها تطلع بالنص، بدها تطلع محل ما أنا عم حط الماوس، ما بكبس شيفت. بس إذا كبس شيفت تطلع بالمنتصف. تمام، اللي رح ساوي إنه رح أعمل كنترول تي مشان أعمل ترانسفير ترانسفورم. بصغرها شوي، بفتلها شوي، بحط المكان اللي بدي إياه، بصغرها أكتر شوي، رح أعطيها ستروك ابيض. طيب انا هلا هي الصورة طالعة فوق الصور، انا بدي اياها تكون تحت الوردة وتحت الهواي وتحت الطابع هاد. فلح امسك الطبقة، انا بكبس عليها كبسة وبسحبها لتحت لعند الفلور، تحت الفلور هيك صارت تحت الفلور. هلا بحاول اعدل مكانها بحيث انه تظهر عندي شيء حلو. هذا مشروع عملي صغير. رح اعمل اخر شيء، لحط للصورة تبعيتي هي اللي انا موجودة عندي اطار خارجي. هلا في عندي طرق لحط الاطار، رح اكبس نيو لاير، بسمي الطبقة بوردر. هلا في طرق سريعة وفي طرق مو سريعة، رح نشتغل مثلا بطريقة اللي هي رح حدد الصورة كلها، او حدد هاي الطبقة اللي انا ماشي عليها واقف عليها، واعمل من قائمة سيلكت موديفاي شي اسمه بوردر. كم بكسل بدي البوردر؟ مثلا 5 6 قد ما بدي 7. رح نحط انتر، شوف ليكو البوردر، شوفوا كيف طلع، شايفين المسافة تبعيته كيف كانت؟ طلعت 5 بكسل. لح لونه باللون الأبيض، كنترول دي، شايفين كيف طلع البوردر؟ عمل تأثير حلو. لح اخفي الطبقة واعمل بوردر من نوع تاني. لح اجي لون الطبقة كلها باللون الأبيض. تمام، واجي اعمل الفيل تبعها صفر، كاني ما حط انا بس عملت شفاف. بس شو اللي عملته شفاف؟ الطبقه بدون التاثيرات. واجي اعمل ستروك، بعمله بدل اوتسايد لحطه انسايد او سنتر. بحط كمان لونه ابيض، كبر المسافه اللي بدي اياها، ساعتها بحط الاطار على قد ما بدي. هاي طريقه تانية من الطرق. طبعا بس في فرق صغير بين هاي الطريقه، هاي انا هون طبقة كاملة على صورة لونها بيضة، حطيت بوردر وخفيت الصورة او عملت شفافة الصورة وخليت التأثير، يعني ما فيني اتحكم بالبوردر. تحت البوردر فيني اتحكم فيه لانه هو على طبقة لحاله، هو مبني لحاله. في فرق كمان صغير انه الستروك اذا بيجي عليها حدة، تفرج شلون حدة. اما البوردر اللي انا اللي راسمه بكلمه البوردر، بطريقه البوردر انه من سيلكت موديفاي بوردر، فهو جاي من من الغامق للشفاف، من الابيض للشفاف. هاي طريقه لانه نعمل شويه تاثيرات، نعمل شويه حركه للصوره. كان من لا شيء الصوره من هيك، عندي كم فايل هو موجود هون حاطين لي اياهم. انا فيني اسحب كمان صور من النت كمان اذا ما كانوا موجودين، بحطهم على كيفي. وهي سوينا هيك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الجلسة الصغيرة. كانت هي عبارة عن درس عملي فقط، خفيف مسلي شوي برأيي. فيك تخترع عدة شغلات، مثلا بالنسبة للون الاناناسي فيني اغير مثلا المود بدل اوفرلاي، جربوا مود تاني.
فيني الوردة هي بدل ما أعمل لها الساتان والدروب شادو، كمان برأيي تجربوا يعني أي هذا المشروع، لتجرب تشتغل أي شيء ممكن يكون مفيد. أي سؤال كمان ممكن سجله، فيك تسألوني عليه إنه كيف طريقة عمله، حابين تعملوا شيء معين، أي شيء فيكم كمان تسألوا عنه. إن شاء الله إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الجلسة. إن شاء الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.